هلا بالنسبه لمعرض حلال اكسبو دام 4 ايام، من 23 24 25 26، لا اقبال كثير كبير، خاصه المشاركات كان في اقبال كثير للمشاركات، عدى العدد فوق تجاوز 200 مره من جميع الجاليات، بالإضافة للأعمال اليدوية والأعمال المتنوعة، كل سيدة من خلال طاولتها فتحت باب رزق لحالها. يعني تخيل أنه من بيتها أثبتت وجودها وأثبتت قوتها المرأة ببلد الغربي وتحدت الحرب وأثبتت وجودها بالأعمال وصار لها دخل ثابت بإذن الله من خلال المعارض من خلال أعمالها اليدوية، طبعا برعاية الجمعية العربية وبرئاسة الأستاذ متين توران، مشكور على جهوده الجبارة لأنه دائما هو الداعم الأساسي للسيدة أينما كانت. مشروعي هو كان بمشروع التخرج بالجامعة عن الصابون، الحمد لله لما جبت فيه علامة كاملة تشجعت لأنه كمل مشروعي، والحمد لله سوينا شركة ورخصنا المنتجات بوزارة الصحة التركية، والحمد لله عم نعمل تصدير لبرا تركيا. الصابون هو صابون طبيعي مصنوع بزيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخروع، صناعة على البارد. الزيوت لما بنصنع منها الصابون على البارد ما بتفقد خواصها الطبية ولا خواصها التجميلية، الصناعة كلها يدوية، المنتجات كلها مصنوعة من زيوت فاخرة أورجانيك، ما فيها أي مواد مالئة ولا أي مواد كيميائية. حتى الصندوق اللي بنحطه للصابونة هو صندوق صديق للبيئة، بيتحلل بسرعة حتى ما يسبب مشاكل على البيئة. بصراحة أنا تفاجأت أنه حتى الأتراك يعني تفاعلوا كتير مع الصابون المصنوع على البارد، والأجانب اللي عم يجوا من ماليزيا، اللي عم يجوا من روسيا، كل الناس اللي عم تجي كلها عم تحب فكرة أنه الصناعة على البارد، الزيوت كلها طبيعية محافظة على خواصها. كتير مبسوطين يعني الحمد لله بالمعرض، وفي نتيجة وفي ناس عم تعمل معنا اتفاقيات يعني، وإن شاء الله بعد المعرض نستمر معهم وإن شاء الله بكون خير. شاركت بمعرض حلال اكسبو مشان اعرض منتجاتي، الحمد لله يعني كان كتير في اقبال من مختلف الجنسيات يعني، الحمد لله يعني، وكان كتير شيء مفيد بالنسبة لمشروعي، بالنسبة للتسويق يعني بنسبة اكبر يعني. بصنع شوكولا بونبون بحشوات مختلفة، حتى الشوكولا بنصنع باجود المواد الاولية، يعني 100% زبدة كاكاو، خالية من المواد الحافظة، خالية من الزيوت المهدرجة، الحمد لله هذا اللي بيميز مشروعنا يعني. أنا بشتغل في تجميل بالمكياج، بصحة البشرة، بالجلد بكمة يعني بالعناية بالبشرة. قررت شارك بالفوارهم بالإكسبو حلال لحتى بداية يعني جديدة لإلي، لحتى كون معارف، حتى اندمج مرة تانية يعني في الشغل، انعرف مرة تانية في الشغل. كان في إقبال يعني من إخواننا من الأتراك، حبوا يعني يدخلوا. أنا بتذكر مبارح سيدة أجت لعندي شجعتني وقعدت وقالت لي اعملي لي تنظيف بشرة، وحتى الإقبال يعني على المنتجات اللي أنا عارضتها في إقبال، ويعني الحمد لله رب العالمين.